السلام عليكم. من هضاب الفوسفات وهضم بحث عن المتحجرات أو المستحاثات خاصة أسنان القرش. هذا ليس من أسنان القرش، هل هو للديناصورات أم تمساح أم غيره؟ ده عظم فقرة من الفقرات. ما هذا؟ جدرنا قرش. هذا نوع آخر من أسنان القرش. هذا عظم آخر. هذه قوقعة متحجرة، هذه جزء من قوقعة متحجرة. أسنان القرش مختلفة، هناك أنواع من القروش لكل الأسنان. هذه عظمة أحجار مكورة مثل هذين الحجرين الملتصقين، حينما نشقهما تبدوان كهكذا. ما هذا؟
حجارة غريبة. هذه عظمون. فقرة من فقرات الأسماك. هذا جزء آخر. هذا الشيء لا أدري ما هو. هذه حجرة مكورة. هذا النوع من الأنياب ليس للقرش. كنتم في رحاب هضاب الفوسفات واضزم. خيرات وسط الشاشة مدار أرالي السيارات.